أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل أيام قليلة مضت أدرجة المفوضية الأوروبية العراق إلى جانب دول عديدة مثل أفغانستان، باكستان، سوريا، اليمن، إيران، كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أنها دول، ومنها العراق، بسبب أنها دول تتعاطى بغسيل الأموال، معنية بقضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المفوضية تقول أن هذه الدول ومنها العراق تشكل تهديد كبير على النظام المالي للاتحاد الأوروبي. طبعا غسيل الأموال أو تبييض هي عملية لجعل الأموال غير شرعية تصبح شرعية، إخفاء الشرعية على أموال والشرعية والقانونية على أموال ليست شرعية ومحرمة، يعني لغرض حيازتها هذه أو التصرف بها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها وتحويلها ونقلها، هذا كله يسمح لهم تلاعب بقيمتها، كله يسمح لهم عندما يغسلون الأموال. طبعا كل الأحزاب التي جاءت للعراق من 2003 لغاية الآن، عندما جاءت في عام 2003 لم تكن تملك شيء، لكن الآن تملك إمبراطوريات هائلة من الأموال، أرصدة في الخارج، بيوت، أراضي، عقارات، استثمارات، شركات، هذه كلها تحت سؤال من أين لك هذا؟ لابد من تبريرها، فلابد من أن تكون هذه الأموال شرعية وقانونية. لذلك يتم الأموال جاءت من السرقات والنهب ومن أموال العراقيين، لذلك يجب إضفاء الشرعية عليها والقانونية وجعلها أموال حقيقية والكل يدعي ملكيته الحقيقية لها. من هذه القضية، هذه الميليشيات، هذه الحكومات المتتالية مارست الخطف، جرائم الإرهاب في العراق، هذه مولتها عمليات النصب والاحتيال، هذه كلها موجودة بالعراق، خيانة الأمانة، الغش، الرشوة، الدعارة، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، تهريب الآثار، اختلاس المال العام، الصكوك المزورة، هذه كلها كانت وما زالت تجري في عمليات تجري في العراق، وهذه كلها أموالها غير قانونية وغير شرعية، ولابد من تحويلها إلى أموال شرعية وقانونية يمكن استثمارها في الخارج والعمل بها في الخارج، ودول الخارج لا تسمح بذلك. يعني الخلاصة أنه يعني عملية غسيل الأموال أو تبييض الأموال غايتها إخفاء الشرعية والقانونية على أموال جاءت عن طريق غير شرعي وغير قانوني، هذه الحقيقة. والخلاصة أيضا أن الدول التي ينتشر فيها الفساد، مثل ما تقول المفوضية الأوروبية وتقول الأمم المتحدة، تقول كل الهيئات المسؤولة عن غسيل الأموال ومتابعتها، تقول أن الدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكون بؤرا يكثر فيها غسيل الأموال. وعلى هذا القياس، بهذا القياس يكون العراق بؤرة أساسية لغسيل الأموال، لأن العراق من عام 2003 لحد الآن واحد من ضمن الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم. يعني بقوائم الشفافية الدولية العراق ضمن الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم دائما طوال هذه 17 سنة، ربما يأخذ المركز الأول أو الثاني أو الثالث، وكل هذه مراكز متشابهة والنقاط بينها باختلافات بسيطة، وبالتالي هو البلد الأول في الفساد، وهو البلد الأول في غسيل الأموال، لأن الأموال غير شرعية نهبت من العراق أكثر من تريليون، نهبت وبددت أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، أين ذهبت؟ بالتالي صارت أموال شرعية وقانونية، كيف أصبح هذا؟ فبالتالي هذا جزء من 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 هذه القضية. طبعا الأموال هذه، يعني قضية غسيل الأموال هذه، عندما جاء الاحتلال وفتح الأبواب أمام كل القطاعات لكي تعبث فوضى كاملة، قطاعات مصرفية، آثارية، صناعة، زراعة، نفط، كلها ملك للآخرين وكلها متاحة أمام، وليس ملك، متاحة للآخرين أمام الجميع، حتى الأسلحة، تجارة الأسلحة، تجارة المخدرات، الأدوية، التجارة بكل شيء ممنوع ومسموح، مسموح به، مقبول به. فهذا العراق فوضى الحقيقة، وهذا بمشيئة عدوانية حول العراق ساحة غير شرعية لكل شيء غير شرعي، ومنه غسيل الأموال، انتشار الفساد بكل الطرق طبعا، والسرقة وتبديد الأموال والممتلكات العامة، هذه كلها
من العوامل التي أدت إلى أن يتحول العراق إلى ساحة أو محطة لغسيل الأموال. بظل ذلك تنوع الطرق ووسائل غسيل الأموال في العراق تبعا لقيمتها وكميتها ومن يملكها. طبعا ملاكها هاي الأحزاب والقوى والميليشيات التي تملكها، لها سلطة السلاح وسلطة القوة، فبالتالي أموالها يعرفون كيف يصرفونها. تهريبها من العراق إلى الخارج، ساهمت مؤسسات الدولة طبعا وعلى رأسها البنك المركزي بهذا ما يسمونه مزاد العملات، ساهمت ايضا بتهريب اموال عراقيه الى الخارج وتحويلها الى اموال شرعيه وقانونيه بيد ميليشيات وعصابات كثيره. هذه واحده من الحقائق، المشاريع الوهميه، الحاله هذه كلها تندرج تحت هذا البند، كيف يمكن تصريف الاموال، تحويل الاموال غير الشرعيه الى شرعيه بمشاريع وهميه. أسباب الثراء الفاحش هذا لم يسأل عنه أحد، وهذه الأحزاب والسياسيين والقوى التي في العملية السياسية، القوى المسلحة الميليشياوية، من أين لكم هذا؟ لا أحد يسأل. وهذا جزء من ثراء غير طبيعي وغير مشروع تحول فيما بعد إلى حق مشروع وقانوني، وهذا جزء من عمليات غسيل الأموال. في العراق تتضافر عوامل عديدة لجعل غسيل الأموال حالة طبيعية وظاهرة ثابتة ويمكن التعاطي معها على الساحة العراقية بأريحية وبقانونية. هناك فوضى أمنية، هناك غياب للرقابة الحكومية، تعطيل القوانين، هذا كله يساعد على تفشي هذه الظاهرة وعلى تغولها بالمجتمع العراقي والتشجيع على تنامي هذه الظاهرة ونجاح خطواتها. طبعا المصارف الأهلية أسهمت إسهام كبير مثل ما البنك المركزي في هذه القضية، في تبييض الأموال، في جعلها شرعية، إضافة طبعا إلى أموال تهريب النفط، سرقة الآثار، تهريب وعصابات الخطف والتزوير، سرقة الأموال العامة، المشاريع الوهمية، طبعا فضلا عن المتاجرة بالمخدرات والأعضاء البشرية والفساد الإداري والرشوة، هذه كلها من الأمور. طبعا احد رؤساء هيئه النزاهه طوال هذه ال 17 سنه تحدث قبل فتره، قال منذ عام 2004 الى عام 2019 تم تبديد او سرقه اكثر من 850 مليار دولار، لكن لم تقدم ما تسمى هيئه او مكتب غسيل الاموال التابع للحكومه جريمه واحده لهيئه النزاهه عن للتحقيق بها. لاحظوا أكثر من 850 مليار دولار بددت، لا أحد يعرف وين سرقت وهربت إلى الخارج، ولم يقدم مكتب غسيل الأموال التابع للحكومة قضية واحدة لهيئة النزاهة للتحقيق فيها. هذا يعني أن الحكومة وميليشياتها وقواها الحزبية متفقة على أن تحول العراق إلى بؤرة وساحة لغسيل الأموال، وبالتالي العراق مثل ما نال الدرجة الأولى في الفساد، الدرجة الأولى في الخراب، في الدمار، في انتهاء التعليم، في انتهاء الصحة، في كل هذه المسائل، في أسوأ المدن، في الحياة السيئة، هذه كلها مثل ما نالها بدرجات عالية ينال اليوم بشهادة الاتحاد الأوروبي وشهادة المنظمات المعنية، يعني مرتبة عالية في غسيل الأموال. إلى هنا هذه الحلقة قد تكون قد انتهت، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. السلام عليكم.